السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا شاهد أو سمع شتم زكريا بطرس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكشف زكريا بطرس المستور الذي يخفيه كثير من أهل الكتاب، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة، وأيضا نتعرف على ما يريده بعض الناس ومنهم أحمد كريمة في أنه يريد شيئا آخر ويريد أن نغير من عقيدتنا، فكل هذا وغير إن شاء الله عز وجل سنشاهده ونتكلم عنه في هذه الحلقة، وأرجو أن لا تكون طويلة. وعلى كل حال سأترك لك توقيت كل عنصر وفصل في هذه الحلقة في الوصف وفي التعليق المثبت إن شاء الله عز وجل. وعلى عجالة ندخل في الحلقة وبسم الله نبدأ. أنتم تعلمون أن هناك دعاة ضلال كثيرون يريدون أن يصرفوا الناس عن الإسلام إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا صرفوهم عن الإسلام الصحيح إلى الإسلام المزيف، وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أمام هذا الضلال أن تكافحوه وأن تقوموا في وجهه بما أعطاكم الله من العلم والبصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هدى، أما بعد حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. ندخل في الحلقة مباشرة. ما فعله زكريا بطرس أو ما نشر عنه أيقظ كثيرا من شبابنا واتجهوا إلى ديننا ولله الحمد، ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتوا من كلمة في برامج التواصل الاجتماعي، وعلموا يقينا أنه يوجد من أهل الكتاب من يعادي ديننا ومن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكالعادة مثل ما حدث في العام الماضي عندما خرجت فرنسا برسوم مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفض العالم الإسلامي كله بفضل الله عز وجل مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يقال في هذه الأمور أن نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بسنته وأن ننشرها بين الناس، وقد ذكرت أمورا أخرى في الحلقة السابقة فارجع إليها إن شئت. أما فعل زكريا بطرس فهذا يدل على أن كل من يتدين بغير دين الإسلام فإنه ليس بمؤمن وليس بمسلم، وهو معاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب به، حتى وإن لم يتكلم بذلك ويتلفظ به إلا أنه في دينه واعتقاده أنه مكذب له، وإلا فما الذي حمله على ألا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأمر أنه يقول بأن محمدا لم يأتي برسالة من عند الله وأنا لن أتبعه وغير ذلك. وقد قال الله عز وجل ذلك في كتابه الحكيم حيث قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهم يعلمون حقيقة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ويعلمون أبناءهم، ومع ذلك يصدون عنه ويكذبونه ولا يتبعونه صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وبين، بخلاف الذين يخرجون لنا كل وقت وآخر ويقولون لنا بأن النصارى واليهود أيضا من المؤمنين وسيدخلون الجنة، كما ذكر ذلك أحمد كريمة في استضافته على القناة الأولى المصرية حيث قال بأن من يقول بأن المسلمين سيدخلون الجنة بمفردهم هذه نعرة كذابة، كذا قال. فمن ضمن المخلفات التي يجب أن تصحح في الخطاب الإسلامي وفي تجديد الوعي وفي حقوق الإنسان، إحنا نريد أن نعالج النعرة الكاذبة. إيه النعرة الكاذبة؟ إن بعضنا يتصور أننا نحن المسلمين الأوحد والأحسن والأجود والأكمل وإن إحنا اللي لنا الآخرة الوحدين. هذا خطأ في خطأ في خطأ. وهذا الكلام يجعلنا نسأل سؤالا مهما جدا: أيهما أخطر على الإسلام أو أيهما أخطر على الأمة الإسلامية، زكريا بطرس أم أحمد كريمة؟ أما زكريا بطرس فهو يعادي عداوة ظاهرة وبينة وواضحة الدين الإسلامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه جميعا، وهو يعلن ذلك علنا ويصدع بكفره برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبدين الإسلام. أما أحمد كريمة ومن على شاكلته فإنهم يريدون أن يدخلوا بأي طريقة مهما كانت اليهود والنصارى
ليس فقط في دين الإسلام بل أيضا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني حينما يأتي القرآن بألفاظ كفر هي مش معناه أنه كفر بالله، هو كفر بمعتقدي، يعني أنا أكفر بمعتقدك وأنت تكفر بمعتقدي، لكننا نحن الإسلام نؤمن بالله. تمام. فهذا فرق أكاديمي دقيق، يعني ينبغي أن ينشر بين الناس. أنت تكفر بمعتقدي، قد أكون أنا كافر في نظرك لمعتقدك وقد أنت تكون كافر في نظرك، لكننا نجتمع على الإيمان بالله. صح، بمعنى عدم الإيمان بنفس العقيدة. نعم، لا يوجد مسلم كافر ولا يوجد مسيحي كافر ولا يوجد يهودي كافر. إن بعضنا يتصور أننا نحن المسلمين الأوحد والأحسن والأجود والأكمل وإن إحنا اللي لنا الآخرة الوحدين، هذا خطأ في خطأ في خطأ، وهذا لن يكون بإذن الله عز وجل. ليس هذا من كلامي، إنما من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أقول هذه الآيات والأحاديث أحب أن أنبه أني أيضا قد فعلت حلقة من فترة وسميتها هل اليهود والنصارى كفار؟ فارجع لها إن شئت، والجواب واضح وبين في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى لهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن من اتخذ اليهود والنصارى أولياء فهو منهم، فهذا يدل على أنهم كفار أم لا. وقد قال الله عز وجل في الآية التي تليها والآيات التي تليها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصف الله عز وجل الذين يذهبون ويلجؤون إلى اليهود والنصارى ويختبئون معهم ويكونون منهم، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فكذلك هؤلاء الذين يريدون أن يذهبوا ويتولوا اليهود والنصارى خشية أن تصيبهم دائرة من فزع أو خوف أو قتال أو ظهور أهل الكتاب والكفار والمشركين على المسلمين فيكونون معهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بنصر المسلمين والمؤمنين على الكفار وعلى أهل الكتاب، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيأتيهم بمصيبة ويظهر عليهم المسلمين، فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا اليهود والنصارى في الإسلام أو يريدون أن يدخلوهم في الجنة أو يريدون أن يكونوا مع اليهود والنصارى على المسلمين بأي طريقة مهما كانت. قال الله عز وجل بعدها بآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من تولى الذين كفروا وتولى اليهود والنصارى وكان منهم وكان من الظالمين فإنه قد يرتد عن دينه إلى آخر الكفر. فإياكم أن تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فهم ليسوا على الإيمان وليسوا على الإسلام بل إنهم من أهل الكفر. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. معنى ذلك أن اليهود والنصارى على الإسلام، أن اليهود والنصارى مآلهم الجنة كما يقول ذلك أحمد كريمة ومن كان على شاكلته، أم إنهم كلهم كما يتدين به زكريا بطرس، غير أن زكريا بطرس يتلفظ بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يبطنون التكذيب ويعملون به. فيأتي رجل كأحمد كريمة ويقول أننا نختلف مع اليهود والنصارى في أمور شكلية لكن نتفق معهم في أمور كثيرة كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله، لكني أحب أن أتم هذه الدلائل الواضحة البينة من كتاب ربنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي يصدق ما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الأمر من الله عز وجل: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. معنى ذلك أن الذين أوتوا الكتاب مؤمنون
أم كفار؟ كفار، وأمرهم الله بالإيمان، فهذا دلالة أخرى على كفر اليهود والنصارى. وأيضا قال الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، بكل كتب التي أنزلت من عند الله عز وجل بما فيهم القرآن، لكنهم لم يفعلوا ذلك. فأما اليهود فيكفرون بالإنجيل والقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ولا يؤمنون به. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أليس هذه الآيات في اليهود والنصارى؟ وقال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فوصفهم أولا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي دين الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه أيضا: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أليس ذلك يدل على أن اليهود والنصارى من الكفار؟ أصبحنا وللأسف الشديد ندافع عن أصول وثوابت في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الله أكبر. ومع ذلك يأتي أحمد كريم وانع كان على شاكلته ويقول بأن المسلمين الذين يقولون بأنهم بس هم اللي يدخلون الجنة هذه نعرة كاذب، وأن اليهود والنصارى مؤمنون، وأن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة مع المسلمين، وأن اليهود والنصارى نتفق معهم في أمور، أما بعد ذلك فكل واحد يعبد الله على شريعته، لا نحب أن نتدخل في هذه الأمور لكن نجعلنا في الثوابت. كذا قال: الكل بيعبد الله على منهجه، ولذلك دعنا في المشتركات أفضل. ليه؟ إحنا نتعامل في المشتركات، يعني مثلا كل يعبد الله بطريقة منهجه، صحيح أو خطأ، حق أو باطل، ده مرجعه إلى الله عز وجل. أنا أتكلم بصراحة، أولا الجنة ليست وقفا على شريعة من الشرائع، لكن أنا عايز أصحح معلومة، إخواتنا أهل الكتاب ليسوا بكفار، أنا بكررها، إخواتنا أهل الكتاب من اليهود الموادعين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا بكفار. بصراحة هذا كلام عجيب، ووالله وبالله وتالله لو كان أحمد كريمة في زمن من الأزمنة لاستتيب 3 أيام، وإلا قتل ردة من كلامه هذا، لأنه خالف كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا إلى الملوك والأمراء من أجل أن يسلموا، كما أرسل لهرقل عظيم الروم وكان يتدين بدين النصرانية وقال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر. وأيضا أرسل إلى المقوقس في مصر، وأيضا أرسل إلى النجاشي الذي كان يتدين بدين النصرانية، ولا أقصد بذلك النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن هذا الذي جاء بعد النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النصارى يدعوهم إلى الإسلام، هل هذا يدل على أنهم على دين الحق؟ وأيضا هو يتكلم ذلك أحمد كريم ويقول بأن الله عز وجل قابل تعدد الأديان، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قابل بتعدد الأديان. إن بعضنا يتصور أننا نحن المسلمين الأوحد والأحسن والأجود والأكمل، وإن إحنا اللي لنا الآخرة الوحدين، هذا خطأ في خطأ في خطأ. إن ربنا أقر التعددية، لكم دينكم ولي دين. التعددية الدينية اعترف بها الإسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال دعهم، يعني على غير المسلمين. أو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بتعدد الأديان، أكان يدعو هرقل والمقوقس والنجاشي وغيرهم من الملوك والأمراء؟
أكان الله عز وجل قبل ذلك يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن اليهود والنصارى وكل من لم يتدين بدين الإسلام فهو من أهل الكفر لا من أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء شر البرية كما وصفهم الله عز وجل، يريد أحمد كريم أن يكونوا من خير البرية ويدخلون الجنة، كما قال الله عز وجل بعدها في هذه الصورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار الآية. فأحمد كريم يريد ذلك الأمر ويقول بأن اليهود والنصارى كلهم يؤمنون بالله، فإذا سألت واحدا منهم من الذي خلقك أو من الخالق يقول الله عز وجل وجل. كذا قال. ولذلك دعنا في المشتركات أفضل. يعني مثلا المشترك الأول من آمن بالله، صحيح أن في تفصيلات فلسفية عقائدية لا شأن لنا بها، لكن أنت إذا جبت أتيت بيهودي ومسيحي ومسلم وقلت له من خلقك أقول لك الله بس، وده أهم المشتركات بس. هذا أمر عجيب. لو سألت المشركين من الذي خلقكم، لو سألت الكفار من الذي خلقكم، لو سألت الذين نزل فيهم الوعيد ونزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقكم، ليقولن الله. وهذا ما قاله الله لنا، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال الله عز وجل: كل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر وأنهم خالدون في جهنم والعياذ بالله، لأنهم ماتوا على الكفر وعلى الشرك. أفبعد ذلك يخرج هذا أحمد كريمة أو مثله ويقول بأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله؟ الآن اسألوا أحمد كريمة وقولوا له: ماذا تقول في زكريا بطرس، هل هو مسلم أم كافر؟ اسألوه، لأنه خرج في نفس هذه الحلقة وقال كلاما عن طبيب النصراني واتهم بعض من قال بأنه إذا مات على هذا الدين فهو كافر خالد مخلد في النار. تفسير معنى شرح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة. يعني ده واحد بيقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، خلاص لا خوف عليه، يعني من الجزاء، يعني إذن لا ييأس ولا يحبط ان هيتعرض للخسران. وبعدين العاقبة ان شاء الله ولهم يحزنون. ايوة. ليه؟ لان ربنا عدل. يعني وما ربك مظلما للعبيد. يعني انا اقول لسيادتك حاجة، انا اذكر من ذو سنتين لما احد الناس المتسلفة تهجم على البروفيسور مجدي يعقوب، رجل مصري شريف محترم وترك الشهرة والاموال ولندن، وبعدين ابتدى يعالج قلوب الاطفال. بالله عليك هذا الانسان الا يستحق الاحترام؟ عارف ليه؟ أدنى حاجة في البروفيسور مجدي يعقوب: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أو قال على غاندي هذا البوذي الذي كان يدعو ببعض آيات القرآن وبعض آيات الإنجيل وبعض كذا وكذا. حضرتك إما كان غاندي الهندي الهندوسي وبعدين يجر ماعز وبعدين يقرأ في صلواته آيات من القرآن وآيات من الإنجيل وآيات من التوراة، ومسالم لا يحارب ولا يقتل ولا يأذي، هو لا يأس. واختي للأسف طبعا من الحاقدين والحاسدين. دي نماذج جت في التاريخ. وكذلك الذي صنع المكيف يقول: ألسنا ندعو له بالرحمة؟ نيجي بقى للمشترك المهم التطبيقي: وعمل صالحا. الميزان في التدين الصحيح العمل الصالح. يعني أنا هقول لك بصراحة، أنت بتعود من عملك وفي هذا القيز أو هذه الحرارة أو في فصل الصيف وأنت في حاجة إلى نسمة هواء بارد، بالله عليك لما بتشغل جهاز المكيف ألا تترحم على من اخترعه؟ طبعا، بس بغض النظر عن دينه، حتى إله يكون ما عندوش أي دين.
بعد هذا الكلام نسأله سؤالا، ما هو حكم أو ما هو إيمان زكريا بطرس؟ هل هو مؤمن أم هل هو كافر؟ بصراحة إذا كان يقول الكلام هذا على مجدي يعقوب أو على غندي أو على مخترع المكيف الكافر، فما أدري بصراحة ماذا سيقول عن زكريا بطرس. أيقول بكفره حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط؟ أم ماذا يقول؟ هذا هو السؤال الذي يطرح على أحمد كريمة بعد ذلك في هذا الموضع بعدما قال هذا الكلام الذي يشكك في دين وعقيدة المسلمين، ويريد منهم أن يقولوا بأن اليهود والنصارى وكل أهل الكتاب من المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة بأدلة ذكرها هي من المتشابهات وفيها رد عليه، فإنه استشهد بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استدل بها أحمد كريمة بأن اليهود والنصارى من المسلمين ومن المؤمنين، ويقول هذه في سورة المائدة. سورة المائدة مليئة بكفر اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وغيرها من الآيات التي ذكرت في سورة المائدة. وأشهرها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يا رجل، الأرثوذكس يكفرون البروتستانت، أتأتي أنت وتقول بأنهم مؤمنون؟ عجيب والله هذا الكلام وهذا الأمر. نبه عليكم تنبيه مهم، كلكم تفتحوا دنكم وتفتحوا قلوبكم وتفتحوا عقلكم. اللي يروح عند البروتستانت لأي سبب ترتيلة مش هرتيلة كلام فاضي من ده محروم من التناول. احنا مسيحنا غير مسيحهم، احنا ايماننا غير ايمان، احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، هما ما يعرفوش دي ما بيقولوهاش. يبقى نروح نمشي وراهم ازاي؟ نبيع مسيحنا عشان هدية او عشان اي حاجة؟ لا حل ولا بركة ولا سماح لاي واحد يروح عندهم هو ولا اولاده يتناول هنا. واضحة دي؟ مش هنتكلم كتير ونقول الفروق ايه والحكاية ايه، هنقول بوضوح عشان ما حدش يقول ما هما بيقولوا يسوع. ما يقولوا يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا، المسيح بتاعهم غير المسيح بتاعنا خالص، ما عندهمش اسرار احنا عندنا اسرار. واضح الكلام باختصار عشان ما نقعدش نلف وندور ونقول بيروح اصلا مش عارف ايه اصلا. بل هم يكفروننا نحن ولم يتبعونا، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يقولوا ذلك بألسنتهم خشية الفتنة والوقيعة بين المواطنين مع بعضهم البعض وغير ذلك، الا انهم يقولون ذلك باعمالهم وبافعالهم. الم يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فان كانوا مصدقون فلماذا لم يتبعوه؟ ولماذا لا يتدينون بدين الإسلام؟ قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وبعد ذلك يقول أحمد كريمة بأنهم مؤمنون، أمر عجيب بصراحة. فإن قال ألم يقل الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا الآيات. أليس يقول الله عز وجل ذلك؟ بلى. وهذا يدل على أن العداوة درجات، فأشدها وأكبرها ما عليه اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة. إذن فالعداوة درجات، فأشدها ما عليه اليهود والذين أشركوا وأخفها ما عليه النصارى. لكن من هم الذين قالوا في اقرأ باقي الآيات تجدهم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ويؤتون أجرهم مرتين كما ذكرنا في حديث هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
يؤتون أجرهم مرتين، مرة لأنهم اتبعوا دينهم وظنوا أنهم على حق، فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بالبينات من ربه وبالكتاب بالقرآن الكريم آمنوا به وعلموا أنه الحق فاتبعوه فأوتوا الأجر مرتين، مرة بما كانوا عليه من دين أهل الكتاب الذين ظنوا أنهم على حق قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يهتدوا إلى الإسلام، ثم يؤتون أجرهم مرة أخرى باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دين الإسلام. أما بخلاف ذلك يأتي رجل كأحمد كريمة ويقول هذا الكلام، فهذا أمر عجيب. وإذا ضيق عليه يخرج يقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا رجل فقيه ماليش دعوة، لأنه أستاذ في الفقه المقارن كذا يزعم، يقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده أنا رجل فقيه، كما ضيق عليه كثير في ما قاله سابقا بأن الخلافة أخذت عنوة أو غير ذلك من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن الخلافة بغض النظر عن من تولاها يعني الصديق الفاروق عثمان علي رضي الله عن الجميع، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وأمور دبرت بليل ضده وضد سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه المهم. وطلع قال أنا ماليش دعوة بالكلام ده أنا رجل فقيه لا أتكلم في أبواب العقيدة. نسب إلي مقولة خطيرة جدا، قال إن أنا قلت إن أمر دبر بليل وانتزعت الخلافة من سيدنا علي، عايز يرميك في حتة معينة، أنا رجل فقيه أنا ماله من هذا. ثم يخرج بعد ذلك ويتكلم في مسائل العقيدة وكأنه أستاذ ليس في الفقه المقارن بل في الفلسفة الإسلامية كما يقولونها أو غير ذلك، وهذا أمر عجيب. وإذا كان أحمد كريمة أو غيره من الذين يريدون أن يجعلوا لا خلاف بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب الشرائع الأخرى أو من النصارى حتى لا تكون هناك فتنة بين المواطنين ولا يحدث فتن وقلاقل وغير ذلك، أنا أقول لك قولا وانتبه لما أقول، أقول لك بعد أن فتح الله عز وجل مصر لعباده المؤمنين ألم يظل القبط في مصر؟ بلى. ألم يكن فيهم نصارى إلى يومنا هذا؟ بلى. فهل وجدت أو رأيت أحدا من المسلمين على مر العصور كان يضطهد النصارى أو يظلمهم أو غير ذلك من هذه الأمور؟ لم نجد ذلك إلا ما كان في عصرنا الحديث مما فعله المشغبون والخوارج وغير ذلك، فهذا له حكم آخر. أما أن نتنازل عن عقيدتنا من أجل مسألة ما من الأمور الدنيوية، نرجع إلى الأصل، والأصل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا في معاملتهم مع اليهود والنصارى في مصر، ومع ذلك لم يذكر التاريخ أبدا أنه حدثت حادثة بين المسلمين وبين النصارى، ما حدث ذلك. ولهذا نقول نمشي على ما قاله الله عز وجل لا ننحرف يمينا أو يسارا. وأما أصحاب الفكر الضال كالخوارج وغيرهم أيضا يقابلون بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح وبأدلة الكتاب والسنة من العلماء الراسخين الربانيين في العلم، لا الذين يخرجون يقولون كذا وكذا وكذا ويريدون أن يخرجوا على أصول الدين والعقيدة الصحيحة بأن يجاهدوا هؤلاء الخوارج أو الضلال بهدم لعقيدة عقيدة المسلمين، فإنهم مع ذلك سيزدادوا على الدولة بسبب خروج مثل أحمد كريم. أما أن يخرج لهم ويقابلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح منذ أن فتحت مصر إلى أزمنة قريبة، ما كان هناك قلاقل ولا فتن ولا حوادث بين المسلمين وبين القبط أو النصارى في مصر وفي جميع بلاد المسلمين، لأننا أتمرنا بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا هو المنهج الذي نمشي عليه ونسير عليه الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب الشرائع الأخرى ما داموا لم يظلموا ولم يعتدوا على المسلمين، هذا هو الحل. أما أن نهدم ثوابت الدين وأصول العقيدة من أجل مصلحة دنيوية قد تزيد الأمر سوءا وللأسف الشديد، وفي الآخر يقول أنا رجل فقيه ليس لي دعوة بالعقيدة، أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أتكذب يا أحمد كريمة ومن كان على شاكلتك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر عجيب.
والآيات كثيرة. اقرأوا سورة المائدة واقرأوا كتاب الله عز وجل وما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الأمر يقول الله عز وجل قبل تعدد الأديان قال لكم دينكم ولي دين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم وما يعبدون. إن ربنا أقر التعددية لكم دينكم ولي دين، التعددية الدينية اعترف بها الإسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال دعهم يعني على غير المسلمين وما يدينون به، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا ليس بحديث، لا أدري من أين أتى به أحمد كريمة، بحثت عنه في جميع الكتب حتى في كتب الموضوعات أي الأحاديث الموضوعة كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فما أدري من أين أتى بها أحمد كريمة من أجل أن يمشي ما يريد في كلامه في هذه الحلقة التي استضيف فيها على القناة الأولى المصرية. وإن لله وإن إليه راجعون. العجيب أن هؤلاء يتدينون بشيء ويعتقدون عقيدة معينة ثم يأتوا لها بشواهد من هنا أو هناك، يلا هذا الحديث ينفع، هذه الآية تنفع، طب هاتها، ثم يقول ويأتيه الرد ويلجم الجامن بفضل الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل مليء بكفر أهل الكتاب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته تدل أيضا على ذلك. لكن هؤلاء عجب أمرهم. وفي نهاية الأمر يقول أنا فقيه ليس لي دخل بهذه الأمور. وهنا عرفنا وعلمنا ما عليه زكريا بطرس وما عليه أحمد كريمة، وعرفنا أن أحمد كريمة ومن على شاكلته ومن يقول بقوله أخطر من زكريا بطرس. زكريا بطرس كفره واضح وبين لجميع المسلمين ولعامة المسلمين، أما أحمد كريمة ومن يلبس زيه أو يتكلم بكلامه أو يقول وينخر في عقيدة المسلمين فهذا أخطر، لأنه يتكلم باسم الدين وباسم العلم والإيمان، فيلبس على المسلمين عقيدتهم وأصول ثوابتهم من الكتاب ومن السنة. وللأسف الشديد فكن على بصيرة أيها الحبيب، وانتفض كانتفاضتك في صد عدوان زكريا بطرس، انتفض أيضا لهؤلاء الذين يريدون أن ينخروا ويفسدوا عقيدة المسلمين. فما لنا في هذه الدنيا وما نلقى الله عز وجل به إلا الإيمان به والعقيدة السليمة الصحيحة وما يكون من أعمال، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. فكن أسدا من أسود السنة والإسلام في صد عدوان أي أحد يهز العقيدة أو يشكك فيها، سواء من ظاهر الكفر أو من الذين يبطنون أمورا أخرى ويريدون أن يدخلوا اليهود والنصارى في الإسلام وفي جنات ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. وفي نهاية الحلقة إذا وجدت فائدة فانشرها حتى تعم الفائدة ويعلم الناس حقيقة كل واحد من هؤلاء الأدعياء الذين يتكلمون باسم الدين والعلم والإيمان، حتى يحذر الناس منهم ويعلموا عقيدتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه ومن أهله وخصته ومن أنصاره وجنده وحزبه، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.